رسالتنا الواضحة للسيد رئيس الحكومة والقائمين على هذا الملف ديال الأساتذة المتدربين أن يستمعوا إلى صوت العقل وأن يصغوا إلى المطالب العادية والمشروعة على هذه الفئة المتضررة والمناضلة منذ أزيد 5 أشهر والتي نالت من القمع ومن الضرب ومن السحل في الشوارع وفي المراكز الشيء الكثير وهي مستعدة أن تقدم الغالي والنافس حتى تحقق مطالبها. ونحن في مسيرتنا هذه البيضاء أعلننا أننا لازلنا مستمرين وصامدين في نضالاتنا، سنبقى كذلك مستمرين وصامدين حتى يحققوا مطالبنا العادلة ومشروعة، ألا وهي إسقاط المرسومين المشؤومين. وتحية.